يا اخويا نعرفه هذا اللي هو ابتلاء من عند ربي، اما انا رجلي بطال وانا اونسانت عندي توامه وما لقيت باش ناكل. الواحد حتى حق باقيت ما عندوش، شنو يعمل في الظرف هذا؟ ايش باش نعملوا نحن؟ صحيح الله غالب، هذاك ابتلاء من عند ربي، مش باش نعملوا اخي، ما ناكلوش ما نشربوش. انا مشيت باش نخدم في الديار ما لقيتش، وليت نرد، وليت معناها دايخه ديما، معناها حبلة. شنو باش نعمل؟ فسر لي شنو باش ناكلوا برب؟ باش نعملوا؟ الواحد عنده طرف فلوس صرفها الكل، خي ما فماش عباد تعاون، ما فماش رحمه في قلوب العباد. راجلك شي يخدم؟ يخدم بني، لكن توا وقفوا، صاي وقفوهم على الخدمه الكل، ما عادش الناس تخدم. عندي توا من الصباح واقفه، من 8 بتاع الصباح وانا واقفه، ما فما حتى نتيجه. ديما يقولوا لك توا نكلموك، ما فماش تليفونات، ما يتصلوش بينا. نكلموك. وشنو الطلب نتاعك انت؟ انا الطلب نتاعي اني نعيش صغاري، معناها صغاري يموتوا في كرشي، ما خذيت حتى شيء. انا عندي زوج توامه معناها يموتوا؟ كان فما رحمه من عند ربي هكا فما، ما فماش ما فماش. علاش نقعدوا الناس كلها نتعذبوا هكا؟ انا مثالش نستحمل اني ما ناكلش وما نشربش، اما الملايكه ما تستحملش. عندي ملايكه في كرشي ما تستحملش تقعد جيعانه نهار كامل. هيك هو ذاك ما نقولوا، ان شاء الله ربي يرحمنا وربي يسترنا في الدنيا وفي الاخره. وكا هو عندي كرني يصفر وعندي صغير، فهمتني؟ ما عنديش باش نوكله ولدي، ها ما عطونيش 200,000، فما عباد تاخذ في 200,000، ما عطونيش. هاي كتصويره مرتي وولدي، ها واسم ولدي، ها باش نكذب، باش نكذب معناها، فهمتني؟ واه هي مرتي زاده لهنا، فهمتني؟ خويا ما عطونيش، قالوا لنا العمده، قال لنا ارجعوا نهار الاثنين نعطيكم ورقه مطبوعه تمشوا تجبدوا العباد الكل، وجاوكم بها العباد الكل. جينا ما فما شيء، الكل جت ما اخذينا شيء، لا ورقة لا 200,000 لا حتى شيء. خويا علي خويا مش حرام؟ وشنو تخدم انت؟ نخدم طول الوقت هنا تو قاعد، شنو نعمل؟ نمشي نسرق انا ولا نمشي باش نوكلوا طفل؟ عارف قال لي مش سكر الكراج خويا، ما عادش خالد، قال لي كورونا واحد. قعدت بطال، عار قلت على قليل ناخذ 200,000 وناخذ بها شويه خضره شويه حليب للطفل. ذري انا نخدم كل نهار سبت ناخذ ماء استكمال ولدي حليب. ديما ولدي رقد لي في السبيطار باب سعدون ربي يعلم بحالي، فهمتني؟ قال لي زوز ملايين وقتها ما عنديش كرني واحد، علي طلعت وانا الكرني باش نعاون روحي، معناها ما عنديش، فهمتني خويا؟ هكا هو هذاك ايش نحب نقول انا. جمعتين تو نستنوا فيهم على الاعانه هذه. بعثها تو سيد رئيس حكومه، بعث لك الزواب وقال لكم راك تاخذ وراه حق من حقوقكم. يعطيني يا خويا جمعتين وانا قاعد لي شر، كيفيت الفلوس في جمعتين، قلت من غدوه نمشي ناخذ. توا جمعتين بان تاع جمعت واحد بان ملوح في فيستو باكاك انا. يودي ما لقيتش باش ناكل، ورب الكعبه ورب الكعبه ورب الكعبه ثلاث مره، هي تو ما عنديش باش ناكل، لا في جيبي ولا في داري. وشنو تخدم انت في العاده؟ نخدم الدلال تاع كراب. يجيو ثلاثه اربعه كراب، خمسه 10 كراب، ندلل عليهم في السوق تاع نهار الاحد. عندي نص نهار نخدم. هكا هو خاطر از موتيك، ما نجمش نخدم خدمه اخرى. هز موتيك وعندي إعاقة وعندي الأصفر ومعطوني لا جيراي لا حد شيء، لا أنا لا بنتي، بنتي معاقة. إي عطوني بتاع بنتي، عطوني بتاعي أنا. يا خويا ما عنديش مشكل، أنا نستنى فيكم. أنا غدي توا جمعتين، اليوم جمعة ثالثة، هلا يا خويا أنا ما عنديك شكون يسلفك توا. توا يجي الواحد يقول له بربي دينار يحشم منك، يقول لك توا نجيك العشية ويهرب. صاحبك راهو ما عادش يعطيك دينار. كنا قبل تاخذ 5,000 غدوه بعد غدوه تسلك امورك، اليوم ماذا ماشي يا اخوي. صاحب عائله انت؟ عندي سبعه صغار، سبعه وامهم ثمانيه وانا تسعه، وعندي ولدي تو معارس عنده ثلاثه حتى فوق مني. عليه ولدك ما يخدمش؟ ولدي يخدم ويصور تو، مصور مش تو سيزون في الصيف يعني، قاعدين حاله كاك. ما طلعوا علينا اخوي لا اعانه الاولى لا اعانه ثانيه. الناس خذت لي عانا الاولى والثانيه، واحنا لتو هاو نستنى فيهم. المعتمد دهار بداخل وكا كاتب العمل نتاعو هاكا، هو ناقص ما يسمعش اطرش هاكا، حاط غادي لداخل. ايش تحب تعمل؟ هيك حاطين لك واحد هناك كالبيرجية وكا برا، شوف هذاك وشوف هذاك وشوف هذاك، يسلك فينا عليه. اخرج لنا واحد يكلمنا كلمتين خويا، عليه انا شو ما وصلش انا.
14 يوم ما يتصل لي شيء. انا نورمالمون اصفر نتعدى ديريكت للبوسطه. عليه انا وقف لك هنا؟ انا عندك كرني اصفر نتعدى ديريكت للبوسطه اخويا. علاش جاي وقف لك انا هنا؟ عندك بطاقتي عاقه تعدى ديريكت، ما نوقفلكش انا هنا. انا تنحي عليك الاكتظاظ. انت شنو هذا اخي؟ خدمه ما نعرفوش وتعملوا في روتين تاع امشي ويجا وهاد بتنسخهم بطاقه تعريف ومن بعد توا جمعه اخرى لجمعتين اخرين تلقاي لوحهم في بلايصه. عليه تعبنا من الامور هذه، تعبنا فيهم خويا. يجا قول له ها والله انا عندي باش ناكل، انا مشني مروح، انا مروح، انا المعتمد بيدي يدي ويده وين يفطر هو نفطر انا. مو الخو مؤمن اخويا، امني معاك اخويا، انا ما عنديش ما نفطر اليوم، خلي فطرني معاك. لا زوز فرنك هذوما مرجون عليه، كان فما وقلنا فما اعطونا، علاش تقتلوا فينا؟ احنا موتى من عند ربي وزيد يقتلونا هما، احنا موتى ما عند ربي وزيدوا هما يكملوا علينا برا الشؤون الاجتماعيه، برا المعتمديه، برا البلديه، وما فما حد شيء. عاطين نمرو بالغلط، يقول لك ادخل على المنصه تفرش يبعث لك. اليوم 13 في الشهر يقول لك نهار 6 اتصل بالعمده. واليوم 13 في الشهر. ويرحم والديك. يا ولدي هذوك اخويا انا حكيت له، انا نحكي له فهمتي، ولا احنا ما رينا حد شيء لتوا، لا اعانه لا 200 دينار ولا حتى فهمتي ولا كيلو مقرونه. فهمتني؟ ما رينا منها حد شيء. نتفرج في التلفزه نقول انا اللهم صل على النبي، باش نخرج نجيب فهمتي ولا خيره السبعه لاولادي، نخرج فهمتي ولا نروح الشابع بكا ونروح. ما فما حد شيء. فهمتني؟ نشوفوا فيها ستيكيات. ونوات ب 60 دينار تتعطى كلهم ياخذوا بها في السراب والله. كاميونات مقرونه، كاميونات طماطم، كاميونات حليب، كاميونات ما نعرفش شنيا، وما مارينا حتى شيء واحنا جواع. ما نعرفش وين تمشي، الله اعلم، الله اعلم. فهمتني؟ بطاقتي عقد هنايا ودارنا زوله، ما لقيتش حتى كيف خدمه. كنت في الحبس خرجت، ما عنديش حتى خدمه نسترزق منها، فماش معناها حاجه في الدوله تنجم تعاوني يعطوني شهريه، لان مانيش ناخذ فيها الشهريه من الاولى. اليوم بابا قدم لي مطلب لهنا، شوف حتى يدي ترعش، نشرف دواء الاعصاب. علاش كنت في الحبس انت؟ كم بركاجات، عملت زوز بركاجات ونسقات دارنا، مش قادرين يصرفوا علي. امي تخدم في ديميناج. هي تسقات من البركاجات خويا؟ مش نسقات من البركاجات، هكاك تيش سرقت باش نسهر ونسكر نعمل كيما نداد. وتو؟ تو ليه ملي خرجت من الحبس تبت. انا عادي في الرازي 6 مرات نرقد في الرازي. نحبك كيفاش ينجموا يعاونونيش الدخل مسؤول ولا واحد يعاون. فشنو تحب يعاونوك بالضبط؟ يعاونوني يشوفوا لي خدمه، انا نحب نخدم على روحي، نتبر يدي شوي من الرعشه باش يعطوني في السبيطار دواء رعشه، نحب نخدم على روحي كيما كنت نخدم قبل. نرمو يعملوا لي شهريا، عندي بطاقتي اعاقه ذهنيه ما جبتهاش معايا في الدار. وما عندها عامل بطاقة عندي وماني ناخذ فيها حتى فرانك. مشيت شي للشؤون الاجتماعية؟ مشيت للشؤون الاجتماعية باش يحضروا لي رخصة نتاع الدخان، أو جيب البيتروا أو جيب الدرشني يمشوا فينا ويجيبوا كيك. أنا وأمي التو ما حضرت في بالش يعملوا لي رخصة نتاع الدخان. التو ما حضرت. يعني أنت تحب على رخصة نتاع دخان باش تعيش منها عايش كريم وتبعد المشاكل وتبعد التاريخ الكل؟ نبعد الأحرام. واحد باش يسقط، كنت نخدم باركينج في حمادي عبيد هذاك، سكن باركينج ندبروا في راسنا، يجي ساعات الحاكم يطردنا، مرة تخدم 10 ليه ولا ندبرش، يجي شي واحد من الحوم يقول لي طلع معايا حاجة ولا هز معايا حاجة، ولا نسى الحوم ونقول له هات الدينار 2000 ما ترجعنيش، ما كانش ما عنديش ما نصرف يعني. معناها ما تستعارش من الخدمه، انت اي خدمه تجي قدامك تخدم؟ خدمه نخدمها نورمال عادي، ما نستعارش، نخدم مرمه، كان جيت قادر باش نخدم المرمه تو نخدمها، غير يدي ترعش. في بالي باش نمشي من بعد الاكستراموس نتاع الجريري ساهله، خدمه نخدمها. الرعشه هذيا ما عطونيش دواء الرعشه تو في سبيطار منوبه، عن ملي جيت الكورونا كانوا باش يعطوني دواء ناحي الرعشه تو ما خذيته عملناه وتنحت لي الرعشه تو ما تنحت. انا نحب المسؤول، واحد من المسؤولين ينظر في حالتي يعاوني. اوكي فماش مسؤول في البلاد اوكي يتكفل بحالتي. خرج برشم.